وانا بتكلم على الاولمبياد، عشان انا هرجع لكره القدم دي في تمام. حلقات تانية، بس انا النهارده عاوز اركز على الاولمبياد. واحنا تاريخنا بيقول ان دايما اللي جابوا ميداليات هم العاب فرديه، فردية. وما عندناش اي لعبه جماعيه جابت اي حاجه في لا احنا تاريخ فكرة احنا في كرة القدم حققنا مركز من المراكز في الثالث هلسنكي في يعني احنا تقريبا ولا ايه؟ وشوقي غريب شوقي لا ما شوقي ما عملش حاجه كان خرج من ربع النهائي خد بطوله خد المركز الرابع الشباب طيب شوقي خرجنا من ربع النهائي من ربع النهائي يعني بوجه عام احنا الفرق الجماعيه بتاعتنا ما حققتش انجازات تذكر تعولي على اليد بس هتعولي على اليد وخد رابع في طوكيو 2020 كره اليد اليد بس ما تنساش ان انت عندك البرازيل والمانيا واسبانيا انا كنت بلعبهم وانا واخد الرابع يعني فعندي منتخبات قويه في بعض يعني كره اليد عامل شغل كويس قوي الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد الحالي عامل استعدادات طيبه بس انت في كره اليد بتنافسي عندنا منافسين جامدين ابطال جامده قوي قوي المانيا واسبانيا والبرازيل يعني انا مره سالت مدرب برازيل وانا في معاه في بطوله عالم البرازيل بقول له اشمعنى انتوا في اليد والطايره والكوره الكوره والطايره عاليين قوي اوائل واوائل في اليد لسه انتوا ما احنا بندرس كره القدم والطايره في المدارس الابتدائي طيب سعر لاعب واحد في منتخب كره القدم ما الفلوس بتاعته دي ما تعملش ابطال وتساعد ابطال في التايكوندو في المبارزه وفي الالعاب الفرديه ده مش هيحصل مش هيحصل ده مش هيحصل لان احنا بنتكلم على منظومه احاديه فالاحادي ده بيفكر في شخص هو بس فقط لا غير وملتزم بالبرنامج بتاعه الشخصي انما فكر في حد ده موضوع تاني احنا حتى تفكيرنا في اللعيبة في الألعاب الفردية أن أنا بجيب راعي بس يسدد له ثمن المدرب ويسدد له رحلاته ويسدد له كل المستحقات اللي بتبقى مرتبطة بإعداده قبل الأولمبياد من الألعاب الفردية متوقع أنه المرة دي في الأولمبياد يعملوا ميداليات يحققوا إنجازات غالبا لمصر. طول عمرنا متميزين في المصارعة ورفع الأثقال والملاكمة ممكن الخماسي الحديث ممكن يبقى فيه خماسي الحديث ميداليه يعني رفع الاثقال الخماسي الحديث الملاكمه والمصارعه ده اللي نراهن عليهم والمصارعه ده بالنسبه للفردي السباحه طبعا احنا بعيد فيها والتايكوندو ممكن يبقى فيه ميداليه السباحه احنا بعيد ما نقدرش ناخد فيها مراكز كرة اليد احنا اخر النتيجة عندنا كان الرابع نتمنى انها تتخطى الرابع بقى يعني ناخد ميدالية بقى ايا كانت الميدالية بقى يعني ايا كانت الميدالية لكن على مستوى بقية الالعاب متاح ان يبقى في مفاجآت فيها لان الاعداد يعني في حد ذاته ما بيديش صورة حقيقية لمن يفوز لكن هي بتتوقف على اللاعب والمدير الفني وارتباطهم ببعض وحتى حضرتك لو تابعتي كل البطولات اللي فاتت هتلاقي ان في علاقه خاصه ما بين اللاعب والمدرب اللي هي التحفيز المعنوي والتحفيز الفني قبل اي بطوله فبالتالي هم سبب التركيبه وهم سبب النجاح هم اكتر اتنين عايزين ينجحوا انا حاسه ان فريق السلاح والرمايه ممكن ياخدوا ميداليات في البطوله برضو وارد احنا ما خدناش قبل كده في الرمايه بس وارد ان احنا ناخد احنا خدنا السلاح مره واحده بس فوارد ان يبقى في رايك ايه ساكت ليه انا صمت استراتيجي ده هو الحقيقه ولادنا بيحاولوا لكن ايه الرياضات اللي انت معول عليها اللي ممكن ناخد فيها ميداليات زي ما قال لطفي عندنا دايما متميزين او فنيين او مهريين في المصارعه في الملاكمه في رفع الاثقال دولت ممكن يطلع منهم حاجه يجيب لنا ميداليه انما كره اليد رغم ان احنا زي ما بيقول طلعنا الرابعين في مره من المرات وفي استعداد جيد جدا وجددوا للمدير الفني الاسباني لكن العمليه صعبه جدا جدا جدا